بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الليبي المتطلع إلى الحرية وإلى استقرار وأمن بلاده وإلى بناء دولته التي تحمي حقوقه وترعى مصالحه ويؤدي فيها واجبه بكل تفان وإخلاص ويضمن فيها عيشا كريما، أيها الشعب الليبي الذي خيبت آماله وظنونه زمر متلاحقة من المفسدين الذين تصدروا المشهد وأعمت بصائرهم مغريات السلطة والمال الحرام، فقادوا البلاد إلى الهاوية حين طغت مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية العليا، فنهبوا ثروات البلاد ومدخراته وأهملوا حقوق المواطنين وانتهكوا حرماتهم وسخروا من مطالبهم المشروعة، وتحولت على أيديهم حياة الليبيين إلى معاناة لا تطاق. نحييكم أيها الليبيين جميعا، ونحيي فيكم حرصكم على بقاء الأمل حيا في نفوسكم رغم قسوة الظروف وحجم المعاناة، ونحيي فيكم إيمانكم اليقيني بأن الله مع الصابرين ولن يكون وراء هذا الصبر الذي بلغ أقصى الحدود إلا الفرج بإذن الله تعالى. وصدق الله العظيم حين قال في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما عهدتم قواتكم المسلحة وهي تواجه التحديات الكبرى وتقدم التضحيات الجسام، ستظل دائما على مبادئها الوطنية الثابتة التي تقدس أرواح ودماء شهداء ثورة الكرامة وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار والمحور الركيز لأي حوار أو تفاوض. فلا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا الأبطال أرواحهم ثمنا لها، ولا تنازل أو مساومة على كرامة الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم، ولا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا. وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما دام في عروقنا نبض حياة، ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك ما دام المستفيد هو شعبنا العظيم، وما دام يحقق للشعب تحسنا في وضعه المعيشي دون المساس بالثروات أو بالثوابت الوطنية الراسخة التي قاتلنا ونقاتل من أجلها وقدمنا في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى. أيها الليبيون الأحرار، إن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر من هنا وهناك تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة انتهت جميعها بالفشل الذريع، ولم يعد للمواطن مجال ليثق في المزيد منها، لأنها لا تعمل إلا لإطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ولا تحترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة، ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها، وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن وحاجاته، ولم نلمس على أرض الواقع عقب كل تلك المبادرات المنمقة وما تأسس عليها من مؤتمرات محلية ودولية وما كانت تحظى به من ترحيب صاخب، لم نلمس أدنى درجات التقدم نحو واقع أفضل، إلا المواطن الليبي يصرخ ويئن، ينام ويصحى على الشقاء والتعاسة والتشرد والبؤس بعد أن تم بلورة الأزمة برمتها وحصرها في صراع سياسي أحمق تخوضه زمرة من الطامحين المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن، وإن كان على حساب حاضر ومستقبل الشعب بكامله دون أي مراعاة لحقوق المواطن
وحاجاتهم المعيشية، فأهملت تلك المبادرات القضية الكبرى والأهم، وهي معاناة المواطن الليبي التي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء الصراع المنفلت المجنون على حساب السلطة. إن القيادة العامة للقوات المسلحة في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص، تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية التي تتخطى معاناة المواطن، وتقرر نيابة عن مفوضيها واستجابة للدوافع الوطنية ولحاجات المواطنين الملحة، تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداتها المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.